السلام عليكم، دخلنا المعرض، اللي كانت كتوسطو واحد الساحة كبيرة، في النهايات ديالها قاعات حتى هي كبيرة، الساحة كانت مقسمة لبزاف ديال الأجنحة، كل جناح وشنو تيعرض، كاين أجنحة خاصة بالرحلات الفضائية، كاين أجنحة كتبيع ملابس فضائية، سراول، تريكوات، جاكيتات. كان أجنحة كتبيع أجهزة فضائية ديال التنفس ولا ديال الاتصالات كان شركات عقارية بانية مجسمات بالحجم الحقيقي ديال الشقق اللي كتبيع في المريخ وزايد عليها تأثيرات فضائية من تدخل لها تتحس براسك بحال راك بالصح في المريخ وأهم هاد الشركات الضحى والعمران وكاين شركات ديال الخدمات اللي بغا يمشي يخدم تما العالم جديد محتاج اليد العامله حيت الله تتبنى وكاينين بزاف ديال الشركات فوسط الساحه كاين صاروخ تشفين اول صاروخ مغربي مشى المريخ حدا واحد الشاشه كبيره كتبين مقطع مصور مختصر ديال الرحله ديالو اللي مشى من القاعده الفضائيه ديال الرشيديه حتى وصل للمريخ وحده شاشه اخرى فيها العالم المغربي تشفين تهدر على الصاروخ وكيف صنعوه وطوروه في وكالة الأبحاث الفضائية في سلا قاعد الشاشة خدامين بتقنية التخاطر إلا كانت هذه التقنية مفعلة في الجسم ديالك كتختار شنو بغيتي تسمع من دماغك أما إلا ما كانت مفعلة كتاخد واحد البوندو كديرو فوق راسك إلا كان أوديو كتسمع أوديو إلا كان فيديو كتشوف فيديو بلا ما تحتاج تخدم عينيك باش تشوف ولا تخدم ودنيك باش تسمع داكشي ديريكت من الدماغ ديالك بهاد التقنيه ديال التخاطر ما بقاش في البشريه شي واحد ما تيقدرش يشوف او يسمع مشيت جهه الصاروخ وتلفت مرايا باش نقول للشباب بانني راه تما باغي نتسنت شويه نشوفهم شنو تيقولوا عليه وهو يبان ليا مامادو وولد عمو عبد الجبار شديت الصف على واحد الجناح حاط الرمله ديال المريخ باغي يدفنوا فيها وبان ليا في جهه اخرى السبشاوي ونور الدين تيهضروا مع شي بنات ضحكت شويه مع راسي وخديت كرسي جريتو لعندي ومشيت جلست قدام الشاشه حتى الصاروخ يلا هزيت واحد البوندو بغيت نحطه فوق راسي نتسنط نشوف شنو تيقول شاش فين ويجي عندي واحد الانسان الي من نوع المختار لابس جلابه بيضه ودار فوق راسو طربوش حمر هو يقول لي يا الدكتور عبد الحق نزلت بعيني بغيت نقرا البادج ديالو هو يقول لي معاك بو الحكيم هسمعت سميتو وقفت سلمت عليه كانت مفاجاه كبيره بو عز الحكيم المستشار الداهيه احسن ما داز في المغرب هو موشعار شعار المغرب في الادي واللي بسببه أمة ديال الخلق جات المغرب واللي منهم جدود مامادو وولد عمو عبد الجبار هذا الشهر قال لي يا شفتك عرفتك حيت كنت حاضر في المؤتمر العلمي اللي كان في الرباط السيمانه اللي فاتت وبغيت نتعرف عليك مي شفتك مشغول مع الوزير قلت ليه مرحبا نهار كبير هذا السي بوعزه واش جيتي تشوف هذا المعرض قال لي لا انا عضو في اللجنه المنظمه ديال هذا المعرض بصفتي كمدير متحف ديال العاصمه وهذا نهار كبير باش تعرفت فيه عليك نخليك دابا تستمتع بالمشاهده و كان عندك الوقت وبغيتي ندردشو غتلقاني غير هنايا تندور وسلم عليا ومشى وانا نخدم الوثائقي ديال تاشفين وبديت نسمع تاشفين المغربي الذي انقذ البشريه وثاني مغربي يحصل على جائزه نوبل بعد مو حليمه في 2060 ضعف عدد سكان العالم وصبحت مع الارض عاجزة عن اطعام الجميع البحر خواه من الاسماك ديالو ولا الصيد ممنوع وعقوبة الصيد ولات الاعدام ونادت حروب على الماء الدول اللي قدرت تصفي الماء البحر قدرت تعتق والدول الحابسة الزالمة وبسبب الاحتباس الحراري ضرب الصين واحد عشرين عام ديال الجفاف متابعة وخرجو تيهجمو على الدول الساهلة ودخلو لإفريقيا وكاع تلاوها واخا هكاك ما قدش داكشي وانتشرت المجاعة ونوضوها كانيباليزم ولا شي تياكل شي لي مات تياكلوه اللي ضعيف تيقتلوه ياكلوه حتى ظهر مرض جديد فتاك وسريع الانتشار وسموه كاني الحكومة الصينية منعت أكل لحوم البشر واللي مرض تقتلوه والنتيجة كانت أكبر مجزرة في التاريخ البشري تقتل فيها أكثر من 500 مليون صيني وخرجوا قوانين جديدة صارمة بحال قانون 60 اللي نقصوه حتى وصل 58 الصيني تيوصل هيل 58 سنة وتقتلوه تحت شعار لك لحقو يقمد عينيه ويجعل البلاصه ديالو والطاقه وداكشي اللي تيستهلك لواحد اخر ونفس المشكل طرا في الهند اللي انتشرت فيها الاوبئه ومات فيها تقريبا واحد 350 مليون هندي بسبب انعدام النظافه هذه الامراض اللي انتشرت في الهند والصين خلات امريكان تستشعر بالخطر وتفكر في واحد القرار خطير وجات عند المغرب تتشاور تشاور وقالت ليه خاصنا نضربوها هاد جوج دول بالنواوي ونجمعو نطويو معاهم والا غادي على البشريه فداك العصر كان بوعز الحكيم بالجسم الاصلي ديالو وكان تشفين في نهايه الثلاثينات من العمر ديالو وبجوجهم كانوا حاضرين في الاجتماع الامني لدار المغرب قبل ما يعطي الراي ديالو في الاقتراح الامريكي واللي قال فيه بوعز الحكيم إذا ضربنا الصين والهند بالنووي، غادي نتدمر حتى معاهم كاين حل واحد اخر منه هذا الحل عند التاشفين ها هو سمعوه منه